عثمان مهووس بالموسيقى، ولكن وراء هذا الفنان كاين مقاول عارف راسو شنو باغي وفين غادي. نهضر على شي حاجه كتعجبني كيما باسيون، راني ديما ضاحك لاجل لي زيتوال دون لي زيو، وكنهضر عليها من قلبي باسكو كنامن بحاجه وحده، بان الشغف هو اللي كيعطيك طاقه كل يوم باش تتحدى جميع الصعوبات. عثمان الحراق 28 عام، احد مؤسسي هذه المقاوله، شريكي في هذا البروجي هشام. هشام تعرفت عليه فاش كنا مزيانين صغار فاس، هذيك اكثر من 10 سنين. اللي جمعني بيني وبينه من بعد سنوات هو الحب ديالنا للمقاوله، الحب ديالنا للابداع، دونك معايا على نفس الخط متكاملين بواحد الطريقه اللي هي مهمه بزاف، اللي خلاتنا نقدروا نوصلوا لهذا الشيء اللي وصلنا له اليوم. اصل ديالي من مدينه فاس، الطفوله ديالي كامله دوزت تما. الوغ الاعدادي كنت قريتو في البوبليك، كان كيعجبني المات شي شويه، كان كيعجبني الفيزيك، مي من الصغر ديالي كان عندي واحد الميول للميادين الابداعيه. انا الوالد ديالي مهندس معماري، ما تبعتش لافوا ديالو، ساشون كو الحلم ديال اي اب سورتو في هذا الدومين هذا هو ولدو يدير بحالو باش تكون لا كونتينيتي هكاك ديال. اختاريت لوبسيون ايكونومي ديال في الباك ديالي. بعد الباك كان عندي الاختيار، سواء غنبقى في المغرب سواء فرنسا ونكمل قرايتي. الاول كانت واحد الفرحه، يعني صافي راني وصلت لفرنسا، دابا غنولي اوتونوم، غنقاد شغلي براسي، ما غنبقاش نعول على والديا. وانت كتدخل في ديك المعمعه ديال سنين القى الكره، كيفاش كتمشي للافغي، كيفاش كتخدم لديك لا ماشين، كومون لا لونسي. جي لا شونس تكون معايا الوالده ديالي في دي سيتواسيون، سورتو فاش فرنسا مازالين الطلاب مازال لي موان على قد الحال. باغفوا كنت كنوصل لاون سيتواسيون اللي ما جي با دو ريسورس، كانت مسكينه كتوقف معايا وهي اللي كتصيفط لي الفلوس، تخبي عاد الوالد ما عارفش. كبروميير اكسبيريونس خدمت في الماركتينغ اوبيراسيونيل. من بعد كانت عندي واحد الفرصه اللي رات بزاف د الحوايج في حياتي، دخلت عند واحد لا سوسيتي في فرنسا في الديبارتمون اي ريسو ديالها. سيتي ليتاب اللي خلاتني نبدل الرؤيه ديالي بانني ما نبقاش سالاري، خاصني ندوز حتى انا ونحاول نغير الاشياء كما كنت كنشوفها في واحد المنحه اللي هو ايجابي. كنفيق مع ديك جوايه 8 بحال دابا 8 ونص، كنستعد للخدمه ديالي، كنشرب القهوه ديالي، كنسمع شويه الموسيقى باش ندير راسي في ان بون امبيونس، وتلقى راسي غادي في الصباح نتنزه حتى للخدمه. تنجي من الديبار ناشط بديك الشوفه ديال البحر وديك الشميشه اللي كنلقاها على الصباح. كل نهار كنعرفوا شنو هما لي زوبجيكتيف فيها، كنتفقوا حنا وليكيب ديالنا على لا ديسبونيبيتي ديالهم، على لي زوبجيكتيف اللي تديروا البارح اللي تديروا اليوم. فاش كنبغي نرتاح كنخرج كنضرب دويره قدام البحر هنايا على لاكوت، كنتنفس فيها، كنحاول نبدل فيها الافكار ديالي، كنلقى ديك الابداع ديالي وديك الالهام ديالي مع البحر، مع المشيه في البحر، كنرجع بواحد الطاقه اللي هي ايجابيه. الموسيقى بالنسبه ليا هي وسيله تتبدل بها الافكار ديالك، تعطي واحد الراحه نفسيه، كتخليك تبدع بواحد الطريقه اللي هي خارجه عن العمل ديالك. اليوم الالات الموسيقى اللي هي عزيزه عليا هي الجيتارا، عندك البيانو، عندك لو فيولون، وهذا الشيء اللي خلاني اون فيت بدا شويه بشويه كنكري دي بيتي مورسو ديال الموسيقى وانا غادي، حتى كنت كندخل لي زانسترومون. القيم المشتركه بيني وبين شريكي في هذا البروجي هشام هي الصراحه وحب العمل والمثابره. عطيكم موعد ابتداء من نهار الثلاث جاي مع برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناه ديزاين.